ذاك الأسبوع أخذنا ديفيجن اسمه الميكزوميكوتا، تمام؟ هالأسبوع حناخذ ديفيجن جديد اسمه الإيوميكوتا. زين، يعني الإيوميكوتا هذا مثل اللاب الثاني. هاي أول صفحة عبارة عن ملخص للاب كاملة. فرأسا نجي على الصفات مال الديفيجن اللي هو إيوميكوتا. هذاك باللاب الثاني الميكزوميكوتا يشوفكم أهم شي بي يحتوي على البلازموديوم اللي هو عبارة عن كتلة من البروتوبلازم ويتحرك مثل الأميبا وتغذيته أنيمال فيدينج إذا تذكروا. زين، إحنا صفنا بي يحتوي سنس أوف بلازموديوم. زين، بعد إيش يحتوي؟ متكون من شنو الجسم مالته؟ يحتوي ريال مايسيليوم أور ريديوس تو سنجل سيل. المايسيليوم هو الخيوط الهافة الفيلمنتس، يحتوي على خيوط حقيقية أو خلية وحيدة مختزلة. زين، يتقسم إلى سب ديفيجن. هذا صفات الديفيجن اللي ما تحتوي بلازموديوم لكن تحتوي على مايسيليوم وريديوس سيل. زين، أو ريديوس سيل. زين، إذا أقسمها إلى أقسام أصغر من عليه السب حسب شنو؟ نوع المايسيليوم اللي هو يكون سبت أورنات مقسم حاوي على جدران أورنات، بالإضافة إلى وجود السبورات المتحركة أو عدم وجودها. صفت مقسم بها هذا الديفيجن الإيوميكوتا إلى سب ديفيجن حسب نوع المايسيليوم إذا يكون مخطط أو غير مخطط، وحسب وجود السبورات المتحركة أو عدم وجودها. زين، أول سب ديفيجن نأخذه هو ماستيجو مايكوتينا. قسموا، قلت لكم أي كلمة طويلة قسموها ماستيجو مايكوتينا. زين، characterized by presence of motile spore by one flagella or not. الصفة المميزة إلى وجود السبورات المتحركة بواسطة فلاجيلا واحدة أو أكثر. زين، السب ديفيجن إذا أقسمه إلى كلاسات، عدة كلاسات، التقسيم الأقل من عنده حسب شنو؟ depending on number والtype واللوكيشن of flagella، حسب عدد ونوع وموقع الفلاجيلا. هو كل هذا السب ديفيجن، كل الكلاسات التابعة لهذا السب ديفيجن كلها حاوي على سبورات متحركة، لكن تقسيم الكلاسات حسب عدد ونوع قلنا وموقع الفلاجيلا. زين، أول كلاس شنو صفاته؟ اللي هو كتريديو مايسيت. صفته وجود موتايل سبور، هي أكيد حتكون موتايل سبور باي سينجل. هاي قلنا أول شيء العدد، التايب مالتها وبلاش فلاجيلم يشبه الصوت، والموقع اللوكيشن اوف فلاجيلا حيكون بوستيريور خلفي. فاول صفه للكلاس كريتيديو مايسيت هو وجود السبورات المتحركه بواسطه سنجل بوستيريور وبلاش فلاجيلم. زين، المايسيليوم شلون يكون؟ يكون اسبتيك غير مقسم. زين، هاي الصفتين المميزه لهذا الكلاس، أين يعيش؟ وين يكون بيئته؟ More prevalent in aquatic habitats، منتشر أو سائد في بيئات مائية، وكثير من أدها أيضا موجود في بيئة السويل بالتربة، وبعضها يكون باراسايت طفيلي. فأكثر شيء موجود بالأكواتيك، بعدين السويل، بعدين يلا يكون باراسايت طفيلي. زين، هذا الكلاس منقسم إلى أوردرين. إحنا في هالمختبر رح ناخذ كلاس واحد فقط اللي هو كاتريديو مايسيت. زين، الاوردر الاولاني كراتيدياليس، الفاميلي مالته سينكيترياسي. سينكيترياسي المثال سينكيتريام اندوبياتيكوم. هذني حاضن التصنيف، عرفنا احنا الكلاس شنو اسمه، كاتريديو مايسيت. الاوردر كاتريدياليس، الفاميلي سينكيترياسي، المثال سينكيتريام اندو بياتيكم. شو يسبب هذا الفطر؟ يسبب بلاك وورد ديزيز، مرض العفن الاسود في درنات البوتيتا. تمام، هذا الرسم
ما مطلوب ترسموه، يعني ما معقول راح اقول لكم رسموا لي بوتيتا مبطبطه بهيك كرات، لا، لكن اذا اجيبه بالامتحان حتقول له، واقول لكم شنو الفطر المطلوب، شنو الفطر المسبب لهذا المرض، وشنو اسم المرض. زين، هسه ما حترسموه مطلوب من عندكم، بس انا اجيبه بالامتحان. زين، هذا الفطر او هاي الفاميلي باربع اطوار. زين، اذا ترجعوا لي على الصفحه الاولانيه اكو خطا بالتسلسل عين، لكن موجود هنا سنكتريام اندوبايوتيكم هذني وي سي الاربع اطوار. الطور الاول اسمه البروسورس، رقموا وياي يعني. البروسورس هو الاول، الجيرمينيتنج بروسورس هو الثاني، الثالث هو السورس، والرابع الريستنج سبورز. زين، هذا التسلسل مطلوب. اللي نشوف بالسلايدات قلنا اول طور اللي هو هاي اختصار اسم الفطر سينكتريام البروسورس. البروسورس اللي تشوفون هاي الدويره هسه، هاي كبرتها عليها اكثر شيء بالنص. اكو على الجانب مثل البقعه بنيه، هي هذه البروسورس. الزوسبور هسه نجي نشرحها. الزوسبور هسه انتم بالمختبر لازم تكونون تميزون شنو الزوسبور وشنو الريستنج سبور. الزوسبور تتحرك، تحتوي على اصوات. الريستنج سبور يعني ما تتحرك. زين، الزوسبور حتكبر بحجم increase in size produce two layer chitinous wall around itself، حتكون لنا طبقتين حولها، تكون الجدران من مادة الكايتين to form prosaurus اللي هو هذا البروسورس. زين، هو عبارة عن زوسبور increase in size عفوا، ومحاط بطبقتين كايتينية. زين، الطور الثاني germinating of prosaurus، هذا التركيب اللي يشبه السن، هذا هاي اللي تشوفون الجوز الداخل بنصه، هاي germinating of prosaurus دي يدخل داخله. زين، الطور الثالث اللي هو السورس، بقى حقرب لكم، هذا اللي جدرانه باهته، هاي ورم الدخل والتحم وياه. شنو مميزاته؟ الـ germinating of prosaurus همين increase in size. هذاك كان أول واحد، الـ prosaurus كان zoospore increase in size. لا، هسه هنا بالسورس يكون الـ germinating of prosaurus increase in size، كبر بالحجم، والميتوسيس حيث يصير بالنواة is started to give 32 nuclei 32 nuclei. بعدين ايش حيصير عندنا؟ حصير جدران سيتوبلازمية. سيتوبلازميك سبتة are formed to form 4 إلى 9 سبورانجيا. زين، هسه احنا هي مو دخل بداخل الخلية، صارت عندنا ميتوسيس 32 نواة. زين، هاي 32 نواة ما حتبقى وحدها. زين، لازم حصير عندنا جدران. الجدران ما صارت 32 جدار عم تصير عندنا خلايا سبورية، لا، حصير بداخل هذه الخلية الكلية سبورانجيا. سبورانجيا ستون، لازم هم تميزون بين السبور والسبورانجيا. السبورانجيا هي قلنا محافظ أو أماكن لتكوين السبورات تكون بداخلها، بينما السبورات هي واحد هاي التراكيب التكاثر اللاجنسي. فمن حصير حواجز سيتوبلازمية هذه المقسمة حتتكون من 4 إلى 9، يعني هنا بالزايغوت عندنا 1 2 3 4 5 6، 6 زايغوت. احنا قلنا من 4 إلى 9 سبورانجية in one sac في كيس واحد، هذا نسميه الكيس، نسميه سورس. هسه الريستنج سبور اللي هو هذا لونه احمر، جدرانه متثخنه وتحتوي داخله الريستنج سبور، السبورات الثابت اللي غير متحركه. زين، الزايغوت سايز هم من كبرت بالحجم، تتحول الى ريستنج سبورانجيوم، المحفظه تكون ثابته. Then النيوكليوس undergo division to give zoospore.
زين احنا استونا قلنا هي ريسلينج سبورت، شلون صارت زو سبورت؟ اللي بداخلها داخل الزايجوت هي عباره عن ريسلينج سبورت ثابته ما بتتحرك، لكن بالماتشورتي وسرعتها بيرست تنفجر هذه السبورانجيه حتى تصير هذني السبورات متحركه. فحاليا داخل السبورانجيه الريسلينج سبورانجيه حتكون ريستنج سبور. اذا اجيبه بالسؤال مو تقولوا لي جيف زو سبور، هاي الزو سبور حصير ورا الماتوريتي. تمام عيني؟ بس عرفنا هذا الاوردر. شنو الفاميلي مالته؟ قلنا كتريدياليس، الفاميلي سينكتريسي، والمثال سيندوبايوتيكم. كم طور؟ اربع اطوار، بروسورس، جيرمينيتنج بروسورس، والسورس، والريستنج سبور. هسه نجي على الاوردر الثاني اللي هو بلاستو كلادياليس. البلاستو كلادياليس حيسبب لنا او نسميه ووتر مول، عفن الماء. هذاك كان يسبب لنا العفن الاسود بدرنات البطاطا. زين هنا أنا ماكو فاميلي، راسا اعطيتكم المثال اللي هو الومايسيز. الومايسيز السبيشيز، الاصناف التابعه هذا الجينس الالومايسيز، تملك تحول بالجنريشن، تبادل بالاجيال، اللي هو هابلود جيميتوثالس. الجيميتوثالس يكون مفرد اعداد الدي ان اي، وتتحول الى ديبلويد سبورانجيوم سبوروثالس. تمام يعني السبوروثالس تكون ديبلويد، الجيميتوثالس تكون هابلويد يعني مفرده. زين هسه عندكم مصطلح جديد دخل لكم اللي هو الثالس. الثالس هو تركيب مثل الكائن النباتي، لكن لا يحتوي على ساق حقيقيه ولا اوراق حقيقيه ولا روت ترو روت جذور حقيقيه، ولا الفازيكولار سيستم مثل بالنباتات اللي تحتوي على الخشب واللحاء او عينه ناقله. هذا مثل التركيب يعني يحتوي بداخله على اعضاء التكاثر. زين طورين يحتوي هذا المثال اللي هو الالومايسيز. اول طور اللي هو سبوروثالس اللي قلنا شنو يكون ديبلويد. الطور الثاني جيميتوثالس اللي قلنا هو يكون هابلويد. السبوروثالس بنوعين من السبورانجيوم المحافظ، زو سبورانجيوم اللي هي المحفظة المتحركة، والريستنج سبورانجيوم المحفظة الثابتة. المتحركة حتكون بداخلها الانقسام الخيطي مايتو سبورانجي، تكون هذه سأقرب لكم بالنص كلش، هذه مثل الفارغة، هي هاي زو سبورانجيوم، تكون thin walled، جدرانها رقيقة، elongated وcolorless، متطاولة بشكل طولي وكالرلس لا تحتوي على اي لون. زين ريستنج سبورانجيوم المحفظه الثابته تكون بداخلها الانقسام اختزالي. زين شلون تكون جدرانها؟ اللي هي هذه كل هنا البقيه، هذه موجوده هنا، تكون ثيك وولد، جدرانها متثخنه، فيتد منقطه وكالرد، حاوي على لون تقريبا بني. زين عيني هذا اول طور اللي هو سبوروثالس. قلنا شنو يكون نوعه؟ ديبلويد السبوروثالس. نجي على الطور الثاني الجيميتوثالس. جيميتوثالس بي فيميل وميل، الفيميل اللي هي هذه كلرلس، والميل اللي هي البرتقالي. هسه حتكون مقارنه بين الفيميل والميل. الفيميل اول شيء كلرلس، بينما الميل أورنج. هذا الشرح مالته هو عبارة عن مقارنة. زين الحجم الفيميل أكبر من الميل، usually in 1-1 ratio. شنو يعني؟ مو يعني هذا متساوي بالحجم، لكن متساوي بالأعداد، يعني إيش قد موجودة بالمسحة هنا عندنا، كم فيميل سبورانجي بنفس العدد حيكون ميل سبورانجي كعدد متساوي نسبتهم. زين هسه عرفنا اللون وعرفنا الحجم. موقع
الميل اسفرنجي تكون يا اما اون فيميل اور اندر، يا اما فوقها او تحتها. اذا فوقها المثال عليها الومايسيس مايكروجينس، اذا تحتها حتكون الومايسيس اربوسكولا. زين عيني، فهسه فرق الجاميتوثالس عن السبوروثالس. سبوروثالس بي زو سبورانجيوم والريستينج. عرفنا الزو تكون ثين وول elongated colorless، الريستينج سبورانجي لا تكون ثيك وول وبيتد وكالرد حاوي على اللون. بينما الجاميتوثالس بيها اثنين فيميل وميل، الفيميل لارجر وكالرلس، الميل اورنج وسمولر. زين اذا الميل تكون فوق الفيميل فوقها اون، فالمثال عليها الالومايسيس ماكروجينس. بينما اذا تحتها حتكون الالومايسيس اربوسكولا. تمام يعني؟ هسه منو عنده سؤال عن هذا المختبر او ملاحظه؟ اذا الشرح سريع قولوا لي اجينا هذا السلايد. خلنا نشوف مسجاتكم. ما حد عنده سؤال عيني؟ واضح دكتورة، بس دكتورة قول عيني. حافظ غير من النسبة دكتورة الصراحة يعني الكويز ما كنا خلينا نقول احنا بصراحة شوية كان العيد ذيك الفترة والملازم وكذا، فعاد ما مضبطين المادة بالشكل المطلوب. ممكن على الأسبوع الجاي حتى ثلاث محاضرات أوكي ما في إشكال؟ مو الصباح امتحنتهم، ما أقدر أنت أجل لكم دكتورة مو شرط أجي حتى تحطي الحين، ما يخالف إذا مو بالستة حخليه بالسبعة الامتحان، يعني شوية يتلحقون تقرون هالساعتين، تلحقون تقروها. شيء اوكي بسيط هو، دكتور واختيارات وقدامكم الملازم تقدرون تطلعوها رأسا. زين عيني، هو تمام. أنا مقسمتهن مقسمة